أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هناك بعض من يعالج المصابين بالسحر فيخاطب الجن ويتكلم معه، فهل هذا يجوز؟ هذا مر بكم أن اللي يخاطب الجن أنه من السحرة الذين يجب قتلهم، من السحرة الذين يجب قتلهم، اللي يستعين بالجن ويقول أنهم يخدمونه فهذا من النوع الذي يجب قتله، لأنه كفر أكبر. نعم.